مش واحد ما يعرفش جيم اوف ثرونز، السبع ممالك اللي تعاركوا على العرش الحديدي. اليوم باش نحكيو عليه جوت عنده برشا فانز، وعليه هو واحد من احسن المسلسلات في التاريخ. اي سيري والا فيلم الباز نتاعها هي ستوري، خاصة كيف يكونوا الاحداث معقولة ومتماسكة، وما نساوي سادة الحوار القوي. وهذا الكل عمله جورج ار ار مارتن في الرواية متاعه A Song of Ice and Fire، اللي زادة تعرف بنقشات تويست يفاجئنا بهم في كل حلقة وأشهرهم حلقة The Reign of Castamere المعروفة The Red Wedding، وحلقة The Duel، واللي يخليك زادة خايف على كل شخصية خطر ما يعترفش بالأبطال. هذم الكل مع الموسيقى التصويرية اللي أبدع فيها السيد هلايا رامين جوادي بخلاف الإنترو اللي ما يتنساش. رامين جوادي عمل لكل عائلة ثيم وساوندراك خاص بهم، باش يعطينا في السيزون الأخرى تحفة The Night King. السيد وصل دمج زوز ساوندراكات مع بعضهم وخلى كل مشهد تتفرج عليه تحس بيه. Game of Thrones عطانا من أقوى الباتلز في تاريخ السينما الكل، واللي أبدع في المجال هذايا ميغيل سابوتشنيك اللي عطانا حلقة Hard Home، حلقة Battle of Winterfell معروفة The Long Night، وأحسن واحدة كانت Battle of Bastards اللي واخد على IMDb 9.9. الفانتازيا، دراجونات وضربات سي جي آي يوقفوا المخ. مواقع التصوير، دي كوستيم والتمثيل، هذم كل مع بعضهم ونجموا يعطيونا كين تحفة فنية خالدة ما تتنسيش. ولكن ما غير قصة قوية مبنية بالقدية واخدة وقتها، هذا الكل نجم يتيح في المال. وهذا اللي باش نحكيو عليه في البارت 2 من الفيديو. سو اذا كان تفرجت في السيري نجم تكمل معنا الفيديو للاخر، اذا كان ما تفرجتش باش قاعد تستنى ولا تفرج. الكارثه اللي صارت في السيزون 8 عند برشا عباد ماهيش باش تتعاود في حتى سيري اخرى، وهذا يرجع لضعف الحوار والزربه اللي صارت في الاحداث. 6 حلقات على حسب كلام جورج ار ار مارتن ما يكفيوش، ولازمنا على الاقل 3 سيزونات باش الفكره تاخذ وقتها توصل للعباد. وأكبر سبب للكارثة هذيا هي أن جورج آر آر مارتن ما كملش كتب الرواية نتاعه، وهذا اللي خلى المخرجين دان وديفيد يتفلسفوا على دنياتهم ويرفضوا التمديد اللي حبت عليه الـ HBO في السيزون، ويكتفيوا بـ6 حلقات. الأحداث كانوا محتاجين بناء طويل ووقت باش تستوعبوها، خاصة التويست اللي صار على شخصية دينيريس واللي ردها الماد كوين كيف ما كان بوها. السذاجة اللي مات بها النايت كينج وعلى يد اريا ستارك كانت صدمة كبيرة. الكاركتير قعدوا يبنيوا فيه 7 مواسم كاملين وعطاوه هيبة وقوة، كلها مشيت في لحظة وبكري برشا في الحلقة الثالثة اكهو. وما ننساوش عاد اللقطة هذه. هذا ما يمنعش اللي فما خدمة كبيرة صارت، خاصة من ناحية السي جي آي والتحف الفنية الخالدة اللي خرجولنا. باتل تعفونا برشا صارت ما بين The Mountain والباك ستوري مؤثرة برشا مع أخوه The Hound، وفيت بنهاية دراماتيكية.
الارك متاع سيرسي وجيمي لانستر وفيه زيادة بالطريقة اللي كان يحبها جيمي كيف قال. How do you want to go? You know, I'm sick of the woman I got. وبران اللي ما عمل شيء بريسك سيزون الاخرى واللي ضحى على جيل هودور اللي وليد هولد ذا دور ولا كينج اوف ويستروس. جون سنو يقتل دينيريس وبعد اللي عمله الكليكا يتم فيها ويرجع لأصله النايتس واتش. The end. رغم اللي صار كوليكا يقعد Game of Thrones واحدة من أحسن سيريات في التاريخ وحاجة ما تتعودش، والفضل كوليكا يرجع جورج آر آر مارتن اللي خلق لنا العالم هذايا، وعلى قريب فما مسلسلات مشتقة منه باش تكون تحت إشرافه، وهذه حاجة تفرح برشا. كيف مسلسل House of the Dragon اللي باش يحكي على عهد التارجيريان. وهكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. قولوا لي في الكومنتس شنو مع الحاجات اللي عجبوكم والحاجات اللي ما عجبوكمش في السيزون الاخرى تاع Game of Thrones. ما تنساوش باش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. جود باي. And here we are, season 8. Yeah, it's gonna be very strange without it. It's been 8 years. It's been incredible. Thrones is the holy grail, where it's something that is enormously, globally, massively popular, and people think it's cool. It's gonna be very hard to say goodbye to Big Tyrion. This show will be discovered by generations to come. It's timeless. Because there's nothing like this show. I mean, Game of Thrones means my 20s. I started this job when I was 22, and I am not 22 anymore. Game of Thrones is my entire career. This is really a full stop on this story. It's sad because I think everyone's been so invested in this story that we never want to see this come to a close, but it must, and it will be good.